يبغى يسمع اسمع اسمع يبغى يسمع ولفتيته حمنا حمنا ولفتيته حمنا وعاش دين الإدريسي وعاش دين الإدريسي وعاش دين الإدريسي وعاش دين الإدريسي وعاش دين اسمع مزيان وعاش دين اسمع مزيان وعاش دين اسمع مزيان وعاش دين اسمع مزيان راني راجل ماشي دري راني راجل ماشي دري راني راجل ماشي دري راني راجل ماشي دري وما نتمام هالجرح وما نتمام هالجرح وما نتمام هالجرح وما نتمام هالجرح وحقي راكين هنا وحقي راكين هنا وحقي راكين هنا وحقي راكين هنا يا بطاشي يا مشنون يا بطاشي يا مشنون يا بطاشي يا مشنون يا بطاشي يا مشنون منسيرناش تليفون منسيرناش تليفون الإجرام اللي كيسميوه هاد الناس سبات الحق ديالهم عطاتو الناس ميسورين تحول بقدرة قادر هاد المشروع من مشروع من إطار المبادرة الوطنية للتنمية البصرية إلى مشروع خاص بالجمعية بدل ما تباع المحلات ب 10,000 درهم ولا حد أقساه مثلا 20,000 درهم ولا 30,000 وصلت 30 مليون ثمن خيالي شكون المسؤول على هاد الخروقات كاملة أن الأرض هي تفوتت لها بثمن يعني فابور تعطات الجمعية الضو مخلصة مجلس المدينة بزاف ديال المساعدات وصلت التنمية لهاد أبناء هاد المنطقة ديال سيدي مولود إلا أننا كنشوفوا أن المستفيدين هم غرباء المنطقة وناس ميسورين وفي العين اليوم والفقير مهجور والفقير مهجور والناس تحمل الجوع والناس تحمل الجوع
يسمع اسمع اسمع اللي بغى يسمع كما قلنا هاد الناس كيطالبوا بالاستفادة ديالهم اللي تخصوا منها حين انها تفوتت الناس ما فيها الصور ديالهم. هاد الناس كيطالبوا بالمحاسبه اولا نعرفوا شكون هاد الناس اللي استفادوا وكيفيه اللي تدبر بها هاد المشروع. المسؤوليه الملقاه على السلطات لا المنتخبه ولا السلطات المحليه، كل واحد يتعدى الدور ديالو ولا لا. المطالب الاجتماعيه جوج في طومه هنا ولد جوليدات هنايا في طومه حاطهم الابيض وما نستافدش كنبيع ونشري بياع ونشري رايا كندور ما نستافدش انا بحال ولد درنا الاستفاده ديالنا ديال البقاع لقينا الملك كل حاله مدنيه تستافد قاولفونا فيها احنا عندنا جوليدات حتى كي مع والدينا قلنا انا قدر الله وقدره مشروع ديال الحوان باش نطلقوا الله الملك اللي عطاه لينا جيب بنادم يخورنا فيه يجي من بوز معاه خير الدار خليني ندوي كندوي كنو بحق الله اللي عالم بيا خليها صاحبي اللي باغي يدوي سيري كل شيء كيعرف مش كنسوى ما شفار ما خوان ما كتا حاجه الحمد لله كنجيبها بالحلال 24 ساعه معمر يدوزها الحبس ما دوزتوش خدام مع كتافي كنبيع ونشري كنبيع ونشري ما كنديرش شي حاجه اخرى كنبيع ونشري يعني كان من البايع المقصيين بحال هاد الناس كلهم مقصيين باش هاد الناس كاملين ولاد المنطقه وما يستافدوش وجي واحد من بوزناقه واحد من خريبكه واحد كيبيع الدب حنا الدب ما عندناش ما باش ناكلو علاش غنبيعو حنا غنتلصقو في هاد سيدي المومن حنا ولاد درنا غدا ما نبقاوش حاجه اخرى قبل ديال 2003 هو داك الشيء طب انا ندير لاباس على رانا حنا في هاد المنطقه هاد الحشومه راه اللهم انا هذا منكر عيب وراه مرشحين في المكمل البرلمانيين صوتنا عليكم فينك ابريجا فينك اي تعديله فينك الاخر دابا اللي وليتي كنتي رئيس وحيدتي فينك ولك سبانوا لينا ما تبغون تصوتوا عليكم دابا ياك كل يعاود لمو تمو هانيه فرقعوا موتوا فينك العامل فينك القايد وفينك عباد الله رحنا هذا اللي احنا طبنا الحشومه عليكم احنا مسلمين ماشي يهود احنا كنقولوا ان العائله لسيد محمد رسول الله راه بزاف راه بزاف عباد الله بزاف تقهرنا هذا اللي قول اخويا تبغي تقول قول اش باغي تقول قادك ما تقول اللي باغي يتكلم اللي باغي يتكلم واش يطلع برا خوتي انا كنبيع ونشري في السوق انا كنجري العائله عندي في الراشه البارح جا عندي المقدم والقايد قالوا لي غدا ما تصبحش هنا فين غنمشي نمشي نموت نحرق راسي ما انا ماشي مغربي لا جيع محشوماش عليكم بغات تشردونا شردتونا وشردت ولادنا حنا ولاد المنطقة حنا ولاد سيدي مومن حنا ولاد رحامنا ولاد طومة شردونا هاد الناس ما فهمنا حنا ما نديرو انا عندي بنت انا كتشرب الدو ديال الراس انا ما فين غنمشي عاقولوا لي فين غنمشي نمشي نموت نمشي ننتحر والله حتى هذا المنكر انا كنبغي هاد الميساج هذا يوصل صاحب الجلالة باش يتدخل السلطات السلطات كلشي العامل كلشي دابا واقفين ضدنا ما عرفناش هاد الحق حنا ما غادي ناخذوا هاد الحق حنايا حنا هاد الحق ما عرفناش منين ناخذوه هاد الحق هذا ما عرفناش منين ناخذوه مشينا عند العامل قمعنا كيجيبوا السلطات مع الجوج
كيجرو علينا بالزراوط. ما جوج ديال الليل كيجرو علينا بالزراوط. ما فهمناش حنا فين غنمشيو. احنا هاد الميساج بغا يوصل جلالة الملك، هو اللي غدخل، هو اللي بقى عندنا. صافي رحم الوالدين. انا كنفرش هنايا 25 عام وانا كنفرش الفراشة، والبارح جو علمونا قال لنا سيروا حيدوا من هنايا، اللي لقيناه هنا غندوا ليه حوايجه. فين غادي نمشيو؟ هالمبادره اللي عطاها لنا سيدنا هي تقلعت منا، فين غادي نمشيو؟ في رايكم نتوما فين غنمشيو؟ شكون غيصير علينا وعلى هذوك الاولاد يتشردوا في الزرقاء؟ شي غنمشيو فين؟ عندكم شي حل عطوه لينا ولا نتشردوا حنا الزرقاء؟ بلاش انا انا في عمري 25 سنه، ولدي عنده 6 سنين. انا جا عندي الصباح لقيت كان بيع ونشري، قال لي حيد من هنا كروسك. انا عندي الساكنه ديال طوماس زياده وخلق وجدودي في طوما، وما مستافدش في الساكنه، ساكن غير في السطاح، عندي غير بيت. انا الناس تعفى من القصدير وانا باقي ساكن في القصدير، دارنا ما في حالهمش، با ما خدامش، خوتي كلهم فين ماشي مشرد. انا ما مستافدش، دخلت الصباح هنا للسوق كيبان لي غير البراني، حتى شي ولد الدرب ما كاينش. عز الدين جا عندي وقال لي في العيد الكبير في 2015 قال لي شوف غادي تستافد، قال لي غادي تستافد وما استافدش، جات فلا عليا. وعاش دين اطلع برا الناس كتموت هنايا، الناس كتموت هنايا، والدولة واحد ما بغى يتسوق علينا. حسبي الله ونعم الوكيل. عاش المغرب، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. الناس كيموتوا هنايا وهو في البار، دابا هو في البار وحنا ناكلوا هنايا، هو في البار وحنا كنموتوا هنايا. شوفوا السيده كي دايره، جيبوا راه من البار جيبهم لينا حنايا، هنايا راه من البار جيبهم. سيكيريتي كيتخلص على دارنا حنايا، سيكيريتي كيتخلص على دارنا حنايا. خويا الله يحفظك، الله يحفظك. انت راه واحد كتعرفني، انت كتعرفني، الله يرحمك الوالدين. عارف اللي كتقول لك والله تنموتوا قبل الله فين هذا يا لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، محمد رسول الله، لا اله الا الله وعطاني وديكم وانت باش كتعرفوا عليا؟ ماشي خوان، باش كتعرفوا عليا؟ ماشي خوان، باش كتعرفوا؟ ماشي خوان. ما كنتبع اسمع عزتي مزيان، ما كنتبع وما كنتشراو. الناس كتعرفوا في امريكا، كنصور 20 درهم
يا مكفوفة ما كتشوفش اش كنعطي لولادي؟ غديروا لينا شي حل، كنطلب من سيدنا يدير لينا شي حل. هاد الجنوي وصلت العظم، احنا عيينا كلينا العصا في الليل، عمرنا ما كلينا. هاد شرفت ولا مسؤولين كيعطونا العصا، كيعطونا العصا للعيالات والطلاقات والارملات والشباب ضايع، والشباب ياكل العصا ويمشي العكاشة، والشباب ما لاقي ما ياكل، شباب كيضيع. كيفاش كيعيش هاد الشباب؟ كيفاش كيعيش ولادو؟ شباب ضيع. حي الكرار في حي الشعر كيجيو علينا، كيجيو مستحفظات عاقلين. داروا السوق المالي الفلوس، دا عطانا السوق المالي كيفاش نعيشو حنا ولادنا، حنا والشباب ديالنا. مبادرة وحيدوها لينا، وحيدوا الشباب. فين غيمشي هذا؟ فين غيمشي هذا الشباب؟ فين غيمشي؟ ماشي شفار، ماشي العكاشة. ولادو تشردو، عيالاتو تشردو، مباتهم تشردو. فين غيمشيو؟ كاين المعوقين، كاين المسلولين، كاين الناس اللي ما بحالهمش، ما عندوش باش يصوروا تا خبزة. هذا هو منكر عباد الله. أولا عندنا إسرائيل، أولا عندنا إسرائيل في المغرب، مابقاش عندنا المغرب، مابقاش عندنا الدم الإسلام، مابقاش الدم الإسلام، مابقاش الدم الإسلام. كنطلب من سيدنا غيرنا، كنطلب من سيدنا غيرنا. أولادنا إسرائيل، أنا مابقاش الروح الإسلامية، أنا مابقاش الروح الإسلامية. كنطلب من جلالة الملك يدير لنا حل. أنا ما كنتكتك حتى المسؤول، شحال من عامل، شحال من وزير، شحال من واحد جا، حتى واحد ما دار حتى حاجة. أنا شرفت في هاد البلاد وحتى حاجة ما بانت ليا. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. وليك وعلى بابك واقفين، يا من يرحم يا سواك، يا أرحم الراحمين. مولانا نسعى ورضاك، وعلى بابك واقفين، يا من يرحم يا سواك، يا أرحم الراحمين. مولانا نسعى ورضاك، وعلى بابك واقفين، يا من يرحم يا سواك، يا أرحم الراحمين. يومين بقيت عبيدك وعلى بابك واقفين، يا من يرحمنا سواك، يا أرحم الراحمين. مولانا نسعى ورضاك وعلى بابك واقفين، يا من يرحمنا سواك، يا أرحم الراحمين. مولانا نسعى ورضاك وعلى بابك واقفين، يا من يرحمنا سواك، يا أرحم الراحمين. مولانا نسعى ورضاك وعلى بابك واقفين، يا من يرحمنا سواك، يا أرحم الراحمين. مولانا نسعى ورضاك وعلى بابك واقفين، يا من يرحمنا سواك، يا أرحم الراحمين. Oh,
التليفون Yeah.
قاشي يوميا والله ما نفاكي بالله العلي العظيم ما غنتفاك والله تنموت انا في الحال متبرب والله تنموت والله ما نتفاك برب والله تنموت في الحال تنموت فيهم والله تنموت بالله العلي العظيم والله تنخلي ولادي تامع في بلاد الحوان تامع ما نحن ماشي ولا الطومه ما فيدينش هنايا ما كابرينش هنايا مالنا علاش هذه حقره ولا شناهي بزاف عايقه بزاف براي جاوة ايش عديلة وحسن فاروت برلمانيين كحلتوا هنا وبزاف